سيكون كينان يتقدم بخطى ثابتة. كينان والجول الأول لفريق المجد في هذه المباراة. كينان نعمة يسجل الهدف في شباك فريق الوثبة ويعلن تقدم المجداويين إذن هنا في هذا اللقاء على فريق الوثبة. كينان نعمة وهدف الثاني في هذا الموسم. عادت لحسام اصطدت بجابر وعادت عند الكرد كينان نعمة لسامر خان كان انطلق سامر سدد سامر وجول يضرب سامر خان كان يضرب سامر خان كان. يا سلام على جمالية هذا الهدف من بعيد وضعها سامر من فوق حسين رحال في شباك فريق الوثبة يصل لهدفه الثالث في هذا الموسم.